مرحبا، بدنا نحكي اليوم عن الأربعة 20 شباط فبراير. اليوم بهيدا النهار في عنا تأثيرات الفول مول من امبارح بعدها مكملة معنا. اليوم الشمس موجودة ببرج الحوت والقمر موجود ببرج العذراء كل النهار، فكيف بده يكون هيدا الجو؟ البداية مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، تأثيرات الفول مون من البيت السادس ومن البيت رقم 12، تأثيرات هالمحور هيدا نوعا ما بيدفعك أو بيشغلك أو بيخليك نوعا ما تحط حالك بأجواء شغل وبأجواء اهتمامات وانشغالات عائلية، يمكن صحية، لتهتم بحالك، لتداوي حالك، لتطبب نفسك أو لتهتم بحالك أكثر. بعد موالي برج الحمل بيكون في عندهم شغل زيادة. ست البيت في عندك انشغالات، يمكن عندكم ضيوف، يمكن العائلة عندكم، يمكن أولادكم جابوا أولادهم، في بعض الانشغالات، بعض الأمور يمكن تكون مهنية، يمكن في عندكم شغل جديد بتروحوا على الشغل بتلاقوا أنه ناطركم شغل إضافي. الأجواء إذن تحمل انشغالات متعددة ومتنوعة، وبتبقى المواليد يلي بدي أطلب منها اليوم تنتبه أكثر لهالأمور هيدي هي 1-10 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. اليوم مولود برج الثور يعيش فترة فيها تكون فترة كتير حلوة، فيها تكون فترة إيجابية، ولازم تكون فترة إيجابية لأنه القمر فول مون تأثيراته حلوة من برج ترابي برج العذراء. يعني قد يحمل هيدا النهار شخص بيبين قدامك، تلتقي فيه، تلتقي فيها، بتلتقوا فيهم بحياتكم اليومية، بالمدرسة، بالجامعة، بالحي، عند أصحابكم، بالشغل. هنالك طلة حلوة لإلكم، هنالك نجاح، هنالك لفتة حلوة تجاهكم، ناجحين جدا، متميزين، رائعين حتى، بعتبره من الأيام الأكثر حظا. لكن لأنه كوكب المريخ موجود ببرجكم ضروري جدا تكونوا منتبهين، لأنه كوكب المريخ لما بيكون ببرجنا يجلب ويجذب المشاكل والمتاعب والانفعالات، فكونوا حذرين مواليد 23 24 و25 نيسان أبريل. الأكثر حظا هي 7 8 9 13 و14 أيار مايو. بنتقل لبرج الشوساء. مولود برج الشوساء تأثير هيدا الفول مون عندك نوعا ما بخليك تحتار شو بدك تعمل، ما بتعود تعرف شو بدك تعمل، إن كان البيت، إن كان الشغل، إن كان برجع بكير أو بطول، ضغوط، إيه في ضغوط، في انشغالات، هيدي حياة طبيعية، في كل واحد حسب موقعه بالحياة، إيه في عنده انشغالات اليوم مع الأولاد، بكون تدرسوهم، بكون تهتموا فيهم، هنالك يمكن حتى ضرورة تكونوا موجودين بالبيت لأنه في تصليحات بالمنزل ومطلوب يكونوا موجودين، هنالك بعض القيل والقال يلي بده ينحكى وبده يصير في تعليق عليه ومطلوب منكم إنكم تتجنبوا أي تعليق سلبي ومتهور. طولوا بالكم، الأجواء بعد تتحسن لكن مش اليوم، اليوم يكون تطولوا بالكم. يلي بعتبر انه في عنده حظ حلو بلقاء شخص، هالشخص مش لما نقول لقاء يعني لقاء عاطفي، فيكون لقاء مهني جيد، مواليد 11 12 و13 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. اليوم مولود برج السرطان الأجواء عندك تبشر بتفاعل إيجابي، تفاعل مش بالضرورة يكون مع شخص، يمكن يكون مع شخص، لكن على الأرجح هنالك تفاعل مع الظروف، الظروف وكأنها بتقدم لك انفراج من خلال أو لمسألة، انفراج لمسألة أنت عم بتحاول تحلها، عم تشتغل عليها وناطر جوابها. هنالك أيضا تفاعل حلو من قبل المحيط معك، وكأنهم بيفهموك بسرعة، وكأنه أنت أيضا تستوعب الأمور بسرعة، عندك قدرة لحتى توضح أمورك وتوصل رأيك بسرعة. نهار ممتاز لكل أنواع التواصل مع الآخرين بامتحانات، بمقابلات وبلقاءات. الأكثر حظا 23-24 حزيران يونيو. كمل مع برج الأسد. اليوم مولود برج الأسد هو اليوم الثاني من بعد ما القمر كان ببرجك، هذا أمر جيد لأنه بيعطيك القدرة لحتى تنطلق بتنفيذ مسألة قررت عليها لما القمر كان ببرجك بهاليومين اللي مرقوا. فاليوم نهار مناسب لمواليد برج الأسد لحتى
ياخذوا خطوه الى الامام. بدكم تفرجونا قديش انتم شاطرين وقديش انتم قادرين وقديش انتم فعلا حضرتوا لشغلكم لحتى تمشوا فيه. الجو اليوم مؤاتن لحتى انتم تحت تاثير هيدا الفلمون تكونوا اتحالكم وتبلشوا تبتوا مسائلكم. البدايه هي بتحسين نتائجكم الدراسية، أيضا بالتخلص من فواتير لازم تخلصوا منها، أيضا بالاهتمام ببعض المسائل والتوظيفات المالية. ليش لا؟ 13 14 و15 أب أغسطس الأوفر حظا. كمل مع برج العذراء يلي اليوم القمر تأثيراته حلوة كتير لأنه من برجك وأيضا لأنه فلمون. مثل ما كنت عم بقول بالفيديوهات السابقة، القمر بيكون مرة واحدة فولمون ببرشنا بالسنة، وبالتالي هي مرحلة مهمة جدا، وكأنه في عنا نوع من صفحة مهمة، صفحة يمكن تكون سنوية مهمة جدا. الجرأة يلي بتتمتعوا فيها اليوم مهمة جدا، هي كانت امبارح المساء اليوم وبعد في بكرة. جرأة كتير مهمة عند موالي برج العذراء، بتخليهم يكونوا واعيين، يوعوا حالهم على وضعهم وعلى موقفهم تجاه بعض المسائل، وكأنه فجأة وعيوا. مش بالضرورة يكون في قرار بيتاخد، لكن على الأقل في نظرة مختلفة للأمور، أسلوب جديد بتتبعوه، نظرة مختلفة لعلاقة معينة. يمكن أنتوا ناطرين مسألة تنبت ورح تنبت، الأجواء بعتبرها مهمة جدا وبانتظار، يمكن بانتظار خطوة منكم. المواليد الأكثر حظا مواليد شهر آب أغسطس، وبدي أضيف عليها مواليد 10 11 15 و16 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لألك مولود برج الميزان ولألك مولودة برج الميزان، هيدا نهار نوعيته ضعيفة، هيدا نهار نوعيته ضعيفة، لا تبشر بانفراج كبير، والأجواء اللي انتو ناطرينها منا هالقد مثل ما انتو بتريدوا. في احتمال بهيدا نهار يحمل تأخير، يحمل تراجع معنوي، أو يحمل هدوء وركود. يعني بتكونوا أنتم حاضرين شغلكم واخدين موعد اليوم، وبيطلع بالنتيجة أنه الموعد ما طلع منه نتيجة، أو ما كتير اهتموا فيكم وبالتالي بيطلع نتيجة مش على ذوقكم، وبتقولوا يا ريت نطرنا. حلو تنطروا، إذا بدكم تنطروا فيكم تنطروا ليوم الجمعة لتتحسن الأمور. وإذا بدي أعطيكم تاريخ أو وقت محدد، إذا خاصة إذا عم بتتابعوني بالقارة الأمريكية، تنطروا ليوصل القمر لبرجكم يوم الخميس 21 شباط فبراير، يعني بكرة الساعة 4:18 دقيقة بعد الظهر بتوقيت بيروت. إذا اليوم نهار بطيء، ما تتوقعوا منه نتائج واو، بالعكس تماما، هيدا نهار بطيء جدا. أعمالكم، حجوزاتكم، توقعاتكم، أعمالكم كلها ستاند باي، فكونوا حذرين. تبقى المواليد اللي بعتبر لازم تكون شوي حذرة أكثر من غيرها، هي مواليد 1 ل 11 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب بتحس حالك اليوم، الشعور اللي عندك إيه؟ إنك واو، إنك اليوم مستقوي، اليوم أنت مسترجي، عندك الجرأة، اليوم انت مستقوي لانه عندك القوة، اليوم انت عندك الإرادة القوية لحتى تباشر بأمور ما كنت حابب تباشر فيها. على الأرجح اليوم مواليد برج العقرب في عندهم شخص رح يقدر يساعدكم ويخلصكم، ينقذكم من موقف ما أو من حيرة ما. الأجواء اليوم تحمل انفراج، تقدم، ارتياح، واحتمال أن يكون في عندكم نوع من تبادل في مهارات وخبرات معينة. كثير من مواليد برج العقرب اليوم يمكن ينضموا لنادي، نادي رياضي، نادي اجتماعي، نادي يمكن سياسي، حابين تكونوا مع أشخاص بيتفهموا قضيتكم أو أفكاركم أو اهتماماتكم وشغفكم. نهار ممتاز.
لكن إذا كنت من مواليد 26 27 و28 أكتوبر، كوكب المريخ عم بيواجهكم، وقد تظهر المواجهات من خلال موقف معين، خطأ معين، أو يمكن من شخص معين، فكونوا حذرين. بنتقل لبرج القوس. مولود برج القوس، أنت تقع تحت تأثيرات الفلمون. الفلمون البيت العاشر، يعني اليوم مولود برج القوس ضروري يكون واعي على شغله، على عمله، على طريقة تصرفاته، كيف عم بيحكي، وضروري ما تخلق مشكل أو خصم لإلك. مولود برج القوس هيدي السنة كتير حلوة، فما لازم أبدا تنزع هيدي السنة بعلاقة أو بكلمة أو بخطأ كبير. غلطة الشاطر بألف غلطة، فخذ الأمور مثل ما هي، ما تهرب من المسؤوليات، الواجبات، اشتغل عليها، امشي فيها. ليه لا؟ الأجواء بتشجعك لحتى تبين، لحتى تظهر، لحتى نجمك يبين. ليه لا؟ اطلع وقف واحكي اذا انطلب منك. اولادكم شجعوهم من الصبح انه اذا انطلب منهم انه يطلعوا ويفسروا ويقروا الدفوار اللي كاتبينه يقروا. في قلق ايه، لكن الجو منه سلبي. وبعده 12 13 و14 ديسمبر بعده الاكثر حظا. ننتقل لبرج الجدي. بالنسبة لك مولود برج الجدي، بعتبرك من الابراج اللي اليوم قادرة انها تتميز عن بقية الأبراج. أول شيء لأنه شمس موجودة بالبيت الثالث عندك، يعني فكرك كتير نبيه، أفكارك، آرائك، حكيك، طلتك، تحركاتك، طبعا كله مفروض يكون مدروس لحتى كل تحركاتك تكون جيدة. ثانيا لأنه في عنا قمر ببرج العذراء بالبيت التاسع يلي هو بيت صديق لإلك، ولأنه فلمون، وكأنه اليوم بينفتح قدامه لمولود برج الجدي فكرة يمكن عم تفكر فيها، ويمكن منها لحالة تبين. الأجواء اليوم عند مولود برج الجدي قوية جدا، نوعيتها حلوة مناسبة لإلك، من الأيام الأفضل للكتابة، للتنقل، للزيارات، للحكي، للدفاع عن قضية، لطرح مشروع، لحتى تحط حالك بالسيارة وتروح من مكان إلى آخر فقط لتشوف فلان بتعرف إنه معقول يساعدك. نهار إيجابي جدا، ما تترك هيدا نهار يمرق مرور الكرام. الأكثر حظا مواليد 9 10 11 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو اليوم نهار بيحمل لمولود برج الدلو نوع من ارتياح، ما ارتياح ما، لانه صار في مجال عند مولود برج الدلو انه يحلل الخطأ اللي صار. مرقوا 3 ايام ما كانوا سهلين عندك، كان فيهم نوع من علامة استفهام. اوكي ماشي الحال، كل برج بيمرق بفترة فيها سين وجيم. المهم اليوم هو نهار لتصحيح بعض الأمور ولحتى ترجع تدوزنها شوية، تونينج داون، يمكن تونينج أب، تغير، تشيل وتحط بعض التفاصيل بتنجحك. وتذكر أنه الدبلوماسية والمجاملة حلوة كتير اليوم، وهي اللي بتساعدك. يعني كلمة حلوة منك، بسمي على وجهك، أول ما تفوت على موعد فوت بابتسامة، فوت بسلام، فوت براحة بال، مش بتكشيرة، مش بكلام أو أسلوب متسلط أو متعالي، بالعكس تماما. ابحث عن التلاقي اليوم والتقرب. الأنشط اللي ما بيهدى اليوم هو 19 11 و12 شباط فبراير. كمل مع برج الحوت. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحوت، حلو انه الشمس ببرجك، يلي ما كتير حلو انه في عنا قمر بدر مكتمل مقابلك، انه شي عاطل. كل الابراج كل شهر في عندها بيطلع لها تأثيرات فيها تكون معاكسة لها، واحيانا بيكون قمر فلمون معكسنا. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحوت، حاول ما تبكي كتير، ما تتأثر كتير. إذا شخص زعجك مش دغري تفكر إنه ضدك وإنه خربت الدنيا. الأجواء اليوم يمكن تحمل لك خلاف، أو خلينا نقول اختلاف بالرأي مع شخص، مع خصم، مع منافس، مع شريك، أو مع حبيب. وما عليه، بدك تطول بالك أيضا على أولادك، على أحبائك.
ما بدنا نعمل مشاكل، بالعكس اليوم بدنا نكسب أصدقاء، بدنا نكسب أحباء، اليوم بدنا نربح ولكن بأسلوب ودي. لحتى تربح اليوم بالعقد بدك تمضي عليه، لحتى تربح بجذب الأصدقاء والمنافسين اليوم بدك تكون وتكوني مبسوطين مرتاحين واخدين قرار انه ما تعاكسوا حدا وما توقعوا بفخ اي استفزاز، بالعكس تماما خلوكن كبار. الاكثر نشاطا اليوم مولود 6 7 و 8 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم بغض النظر عن اي سنة، اي شخص اليوم عيد ميلاده بقول له انه بانتظاره سنة فيها، هي سنة مهمة لأنه في عنا فولمون معكم كل هيدي السنة. هيدا الفولمون بيقدم لكم صداقة، علاقة، بتتعرفوا على أشخاص مهمين جدا، يمكن بتمضوا كونترا أو عقد، لكن أيضا بنفس الوقت بدكم تنتبهوا على كل صداقة، علاقة أو عقد عندكم ياه ما ينتهي إذا أنتوا فعلا بتحبون وحابين تحافظوا عليه. أدار مارس، نيسان، أبريل، تموز، يوليو، أكتوبر ونوفمبر هني أفضل الأشهر. بودعكم، أتمنى لكم نهار كتير حلو. تابعوني دايما يوميا كل يوم الساعة 6 المساء بتطلع الأبراج، وأيضا تابعوا الأبراج الأسبوعية. بودعكم، باي باي.